الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب السكر علينا بعد وجب السكر علينا.
تصف صلى الله عليه وسلم من ماسن الأخلاق بما تذيك عن كتابتي بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس سلوكا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا ورأفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الهلك الشهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعوا المسكين أجابوا إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معسولة أهلاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقي وخلقي بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبي وشأني وله العلا في مجدي ومكانه أوصاف إز قد تعالى مجد أخذت على نجم السهاب بإناني وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم صلى الله عليه وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرار Oh,